اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من زوايا الحدث، نناقش فيها تفاقم الوضع الاقتصادي وتوقف نشاط مؤسسات الدوله وتحذير البنك المركزي برفع غطاء الدعم عن عدد منها بسبب شح وتوقف الايرادات. تستمر موجة الاحتجاجات لموظفي عدد من المؤسسات الحكومية نتيجة تأخر رواتب الموظفين وتوقف نشاط المؤسسات وتعرض وارداتها للضياع والنفاذ. ويعاني موظف عدد من المؤسسات الحكومية من مشاكل كثيرة منذ اجتياح الميليشيا للعاصمة صنعاء وإسقاط الدولة ومؤسساتها وتوزيع العنف على الفضاء العام. وفاقمت الحرب من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والحياة المعيشية للناس. مصادر إعلامية قالت إن البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الميليشيا في العاصمة صنعاء حذر وزارة المالية برفع الغطاء عن دعم عدد من المؤسسات والصناديق الحكومية بسبب شح وتوقف الإيرادات. ونقلا عن مصادر مصرفية، فإن الدولار يكاد أن يكسر حاجز 300 ريال في السوق السوداء مع وجود اختلاف في سعر الصرف الرسمي، حيث أصبح الريال يتهاوى أمام الدولار في عملية الصرف. كما سجلت المؤشرات لعملية أسعار العملات ارتفاعا ملحوظا لسعر الدولار مقابل الريال اليمني. وبحسب المصادر، فإن محاولة إلزام الصرافين بتسعيرة معينة من قبل البنك المركزي في السوق عبارة عن مسكنات، وأنه لن يحول دون تهاوي الريال. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد عمل على ضخ دفعات من الدولارات في السوق بين حين وآخر لمواجهة تراجع صرف العملة في شهر مارس أذار عام 2015، لكنه توقف منذ بداية العام الماضي بسبب الضائقة المالية منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، ومنذ ذلك الوقت واليمن تشهد تراجعا حادا في قيمة الريال. توقف نشاط مؤسسات الدولة وتفاقم أوضاع الموظفين وتحذير البنك المركزي برفع غطاء الدعم عنها هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث لهذا اليوم، لكن قبل أن نبدأ نذهب لمتابعة هذا التقرير. تنتكس الحياة برمتها، ويظل السوق وفيا لحسبة العرض والطلب ما دام هناك بشر يجوسون فسحة العيش كل يوم، وإن استعرت الحرب وصارت هي الشأن العام. ساسة السوق هم أنفسهم لا يتغيرون، يبقون على مطاردة العملة يجرونها من جيوب الناس إلى جيوبهم، ويتقاسمون بينهم رزق الحرب وإن كان قوت الناس نفسها. في اليمن المضطرب يجد الجميع أنفسهم بين حربين، السلاح وحرب السوق وانتظار ما لا يجيء. منهم من أصبح دون الكفاف، وآخرون استعانوا بمداخلهم التي تقف على تخوم سد الحاجات الأساسية. على التموضعات الجديدة لدخولهم في معادلة الإنفاق تعطيهم صفة طبقية متماسكة في الفرز الجديد، فالحرب تغير الخرائط الاقتصادية وفق منطقها الخاص. تفيد الأخبار الواردة أن البنك المركزي لم يتخلص من أزمته المالية الخانقة، وبدا كأنه يحاول الانسحاب من المشهد العام برفع غطاء الدعم عن عدد من المؤسسات والصناديق الحكومية، الأمر الذي يهددها بالتوقف تماما ويفاقم من معاناة موظفيها. تأتي هذه الإجراءات في ظل سياسة يقول البنك إنها ضرورية للحفاظ على ما تبقى من العملة، وبعد موجة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها موظفو عدد من المؤسسات بسبب تأخر صرف مرتباتهم نتيجة تعرض مؤسساتهم لحالة من الإفلاس وضياع ونفاذ إيراداتها، إضافة إلى توقف نشاطها ما دفع البنك المركزي لتحذير وزارة المالية من عدم مقدرته على تغذية رواتب الموظفين بهذه المؤسسات. وطالب البنك وزارة المالية بتعزيزه بالإيرادات والموارد المالية، والذي بموجبه سيقوم بتغطية مرتبات موظفي هذه المؤسسات المرتبطة بقطاع الوحدات الإدارية والاقتصادية للوزارة. يريد البنك المركزي في ظل سلطة الميليشيا الانقلابية وسيطرتها على الدولة ومؤسساتها تبرئة نفسه من تبعات سياسته النقدية، كما تريد سلطة الميليشيا تبرئة نفسها من تبعات سياستها المالية، وهي التي سوغت نمو النهب والسوق السوداء وتحويل المال العام إلى مجهود حربي. إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نبدأ مع ضيفنا من عمران، رئيس نقابة عمال مصنع إسمنت عمران الذين خرجوا في احتجاجات للمطالبة بدفع مستحقاتهم. الأستاذ عبد الله سعد، رئيس نقابة عمال مصنع إسمنت عمران، مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. يعني ما الذي يحدث بداية في مصنع إسمنت عمران؟ في البداية اسمحوا لي أن نشكر قناة بلقيس الفضائية على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن وخاصة العمال الذي يمر بظروف صعبة وقاسية ومأساوية نتيجة توقف مستحقاتهم ومرتباتهم الشهرية من قبل أنفرض نفوسهم
حكام علينا بدون اي سبب يذكر او اي مبرر شرعي، اطلاقا الموظفين موظفين دولة، والمصنع ورط اكثر من 100 مليار لاخذينها الدولة، وهناك يطلعوا قضايا اخرى تم توريدها للبنوك، يعني مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الايرادات التي استفادت الدولة من المصنع. والان تذكروا من العمال، العمال هم متسولين، بعضهم متسولين في الشارع، بعضهم في المساجد، بعضهم يسوون نسوانهم، وبعضهم وبيوتهم ايجار وفي حالة تم مساوية. نعم، طيب استاذ عبد الله، يعني في حال لم يتم الاستجابة لمطالبكم التي خرجتم لاجلها، ما هو البرنامج الذي لديكم؟ والله برنامج احنا يعني اخرج العمال اكثر من مرة، يعني وهناك قاعد اكن مدير المصنع رجع العمال اكثر من مرة دخولهم صنعاء. نعم. احتجوا امام البنك المركزي، احتجوا امام وزارة المالية، احتجوا يا ابو عمر رفعنا يا ابو عمر مشاعرات، فعلوا بيانات نقابة العامة، نقابة العمال، نقابة باجي، نقابة البحث، عملوا ما فيش فايدة ولا في استجابة اطلاقا. نعم. يعني عرف ما فيش استجابة للمطالب العمال، ولا يعني حدث، ولا مقدرين ظروفهم، ولا مقدرين يعني المأساة اللي بيمروا بها العمال. ظروف قاسية صعبة جدا، وصل حد إلى يطلع من بياخذ من القمامة، بياخذ من الزبالات، في ناس ارسل نسوة من ناس عسر عريقة يرسلوا نسوانهم باب الجوار يتسولوا، في ناس في الجوالات، في ناس في قضايا، يعني ما فيش يعني اهتمام في الدولة، بيهتموا يطلع من بقضايا أخرى، والعامل ما فيش أي قيمة، علي بدل جهد يعني نشأ المصنع على جهودهم وعلى أكتافهم، وأيضا نشأنا توسعة جديدة المصنع بجهود العمال وبتفاعلهم وإنتاجهم، كان المصنع يغطي مرتبات البرح ومرتبات ومرتبات باجل والمؤسسة، وكان يستفيد منها الدولة بشكل عام. نعم. إذن شكرا لك أستاذ عبد الله الصار، رئيس نقابة عمال مصنع اسمنت عمران، كنت معنا عبر الهاتف لنقل معاناة عمال المصنع. وننتقل إلى الأستاذ نجيب إسماعيل، الباحث الاقتصادي من عدن. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور أستاذ نجيب. بداية، كونك باحث اقتصادي، يعني ما هي أهم الملاحظات التي قمت بتسجيلها فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، خاصة بما يمر به البنك المركزي؟ نعم، بداية نشكر قناة بلقيس على تركيزها على القضايا الاقتصادية، وهي من أهم القضايا التي تلامس الوضع المعيشي للإنسان اليمني. نعم. طبعا بالنسبة للمشكلات، هناك سوء إدارة لموارد الدولة، وهذه مشكلة مزمنة منذ عقود. يعني ظل النظام الحاكم يتعامل مع هذه الموارد بأنها أشبه بالغنيمة، ولم يعمل على إدارتها بالطريقة السليمة. فهناك تم إدارة هذه الموارد بشكل عشوائي وفساد كبير، مما نتج عنه اقتصادا مشوها وغير قادرا على تحمل الصدمات. فهناك ارتفاع كبير في الفقر، وعند الحديث عن حاجة 82% من اليمنيين لنوع أو لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية، معناه أن 21 مليون من أصل 26 مليون نسمة فقراء، وهذه كارثة ومشكلة، يعني مشكلة كارثية. إضافة إلى ذلك، نجد أن البطالة ارتفعت إلى مستويات عالية جدا، ومن الصعب السيطرة عليها. يقابل ذلك أيضا انخفاض في موارد الإيرادات العامة للدولة بمعدل 53% أو ما يقارب 54% وفق تقارير وزارة التخطيط. بسبب هذه الإيرادات تراجعت بسبب غياب أو توقف إنتاج النفط وتصديره، إلى جانب الغاز، إلى جانب توقف دعم المانحين للموازنة، إلى جانب أيضا ضياع او اهدار الايرادات الضريبيه. نعم، لكن استاذ، يعني استاذ نجيب، يعني يبدو ان سلطه الامر الواقع لم تعي بعد كل هذه المشاكل التي يعني تمر بها البلاد، وخاصه يعني وضع البنك المركزي الذي حذر اكثر من مره من تدهور العمله، من ايضا عدم قدرته على دعم بعض المواد المستورده، والان يعلن، يعني هناك يعني اخبار تقول بانه سيتوقف عن دعم بعض المؤسسات الحكوميه والتي هي مرتبطه اداريا واقتصاديا بوزاره
الإجراءات المالية. ما هي تبعات مثل هذا الأمر إن حدث أستاذ نجيب؟ نعم دعيني أحدثك، يعني الدولة غائبة وهذه عبارة عن ميليشيات. الميليشيات لا تفقه معنى شيء اسمه اقتصاد، لا تفقه أي معايير اقتصادية، أي تعاملات اقتصادية. هي تتعامل مع الدولة أو مع موارد الدولة بأنها غنيمة ويجب أن تكسب منها الشيء الكثير. من ضمن يعني الأزمات التي أدخلت البلد فيها أنها عملت على تغطية على العجز أو لإثبات لكي تثبت لموظفي الدولة أنها قادرة على دفع الرواتب، ولجأت إلى الاستدانة عبر دون الخزانة، وهي الاستدانة الدين العام الداخلي الذي ارتفع في العام 2015 إلى 19 مليار دولار. وهذا يشكل تهديد وتحدي كبير أمام الأجيال القادمة وأمام أي حكومات يمكن أن تمسك زمام الأمور في البلد. البنك المركزي حذر وأبلغ وزارة المالية أنه غير قادر على تقديم أو توفير رواتب موظفي المؤسسات التي تعتبر مؤسسات إيرادية. هذه المؤسسات هي عبارة عن مؤسسات إيرادية لها إيراداتها التي تضخ إلى حساب البنك المركزي، لكن في ظل تعطيل الدولة لا يمكن توريد أي أو لا يمكن تحقيق أي إيرادات. الدولة معطلة تماما وبالتالي لن تتمكن حتى من دفع مرتباتها من إيراداتها. إن تحدثنا عن الإيرادات، نعم أستاذ نجيب. ابقى معنا ننتقل أيضا للدكتور محمد حلبوب عضو المجلس الاقتصادي الأعلى. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والسرور دكتور محمد. يعني ونحن نتحدث عن شبه انهيار اقتصادي إن لم يكن قد انهار فعلا، نتساءل عن دور المجلس الاقتصادي الأعلى مما يجري على الأرض. يعني انهيار اقتصادي، سوء معيشة الناس، توقف أيضا لنشاط مؤسسات الدولة نتيجة طبعا نفاذ الإيرادات، والآن إعلان البنك المركزي عن توقف يعني عن توقف دعمه لهذه المؤسسات، وأيضا عن انهيار العملة الوطنية. لم تستطع الحكومة أن تعمل أي شيء، ولن يستطيع اللجنة الاقتصادية العليا أن تعمل أي شيء، ولن يستطيع المجلس الاقتصادي الأعلى أن يعمل أي شيء في ظل سيطرة الميليشيا على مفاصل السلطة المالية. لو تلاحظوا أنه المركزية الشديدة التي تعاني منها الاقتصاد اليمني تركزت جميعها في صنعاء، فالجهاز المصرفي كله مركز في صنعاء، أيضا البنك المركزي في صنعاء، كل المؤسسات الحكومية والهيئات والمجالس توجد، وحتى الشركات النفطية والشركات المختلفة كل مؤسساتها موجودة في صنعاء. وبالتالي فإن هيمنة الميليشيات الحوثية والعفاشية على السلطة قد منع من قدرة الحكومة أو أي هيئة أخرى عن عمل أي شيء. لا تستطيع الأوضاع خارج نطاق السيطرة. لا طيب يعني هل هناك صعوبة أيضا بعدم نقل المركز المالي إلى بعض المحافظات المحررة، مأرب مثلا، عدن، أي محافظة يعني الحكومة هي مسيطرة عليها، لا تستطيع أن تدبر الأمر من خلالها؟ نكرر ونقول أنه لا توجد أي موانع إدارية أو أي موانع سياسية. المطلوب هو قرار سياسي يؤدي إلى نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى أي مكان آخر، كان في عدن أو في مأرب أو في مقلة أو حتى خارج البلد، لكن هناك يتطلب الأمر قرار سياسي، وهذا أيضا سوف يؤثر تأثير كبير على الجهاز المصرفي لفترة مؤقتة لن تتجاوز 3 أشهر، ثم تعود الأمور إلى سابق عهدها. نعم يعني أستاذ، يعني لو تحدثنا عن العلاقة، علاقة الحكومة الشرعية بإدارة البنك المركزي بصنعاء، يعني هل يمكن أن تضعنا في صورة هذه العلاقة؟ هل يعني هناك من يتحدث عن أن هناك تحييد للبنك المركزي بحيث تستمر حياة الناس بشكلها الشبه الطبيعي على الأقل، وألا تدخل في الصراع الدائر بين الميليشيا والحكومة، هل هذا صحيح؟ نعرف من خلال الممارسة وجود اتفاق ضمني ليس اتفاقا مكتوبا، ولكنه اتفاق ضمني. لكن الميليشيات الحوثية تستخدم أساليب كثيرة من أجل الحصول على التمويل. مثال على ذلك أنه ميزانية الجيش كلها يعني حزمة واحدة، ليست مجزأة إلى أبواب، وكذلك حزمة
المؤسسات العسكرية الأخرى مثل الأمن السياسي والأمن القومي ووزارة الداخلية، وبالتالي هم يستفيدون من هذه في الحصول على تمويل كامل. كما نعلم بأنه في وزارة الداخلية مثلا يوجد هناك آلاف في حدود 34,000 من العمالة الفائضة، هذه العمالة رواتبهم كلها تذهب إلى صندوق يتم استخدامها للمجهود الحربي. كل هذه وجود البنك المركزي في صنعاء لن يبعده تماما عن هيمنة الحوثيين، والحديث عن حيادية البنك المركزي هي حديث نسبي جدا ليس واقعيا على كل حال. نعم، إذا نبقى معنا دكتور محمد، سأعود إليك بعد أن أسأل أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، يعني هناك إجراءات تبع البنك المركزي للحفاظ على العملة الوطنية، لكن ما مدى انعكاس عجزه عن دعم المؤسسات الحكومية في المحافظة على استقرار هذه العملة؟ وأيضا هل تبدو هذه الإجراءات التي يتخذها منطقية في صالح استقرار العملة؟ طبعا البنك المركزي بإجراءات عبارة عن إجراءات تخديرية ومؤقتة، ولا يمكن أن تكون معالجات حقيقية للمشكلة. فهناك انهيار كبير، والسلطات النقدية يعني لم تستطع أو لم تتمكن من السيطرة على هذا العجز. فالبنك المركزي الآن يضطر لما يقوم به، لكن هذه ليست معالجات ولا يمكن ان تعالج. الامر يتطلب عوده مؤسسات الدوله الشرعيه بما يمكنها من التنسيق مع المؤسسات الماليه الدوليه والمنظمات المانحه بتقديم الدعم لليمن عن طريق قروض، مساعدات، منح، ودائع ايضا بالدولار من اجل الحفاظ على العمله الوطنيه من التدهور. اضافه الى ذلك ايضا نحتاج، البلد يحتاج الى حل سياسي يعيد الامور الى يعني الى مصدها الاساسي، كعوده الحكومه لممارسه دورها في تعزيز الامن والاستقرار، اعاده تصدير انتاج وتصدير النفط والغاز، ظهور استكشافات جديده، ايضا استغلال الفرص الاستثماريه. هذه هي المعالجات الحقيقيه التي يمكن ان تحد من تدهور العمله الوطنيه، وايضا ان تحد من التضخم، وايضا من التحديات الاقتصاديه التي باتت تهدد اكثر من 82% من السكان. نعم، هذه هي المعالجات التي يمكن ان نعتمد عليها. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ نجيب اسماعيل الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عوده اليك دكتور محمد. وضع الباحث الاقتصادي نجيب اسماعيل مجموعه من الحلول، ربما ابرزها هي عوده الحكومه فعليا واستعاده عملها وممارسته على ارض الواقع لإنعاش الاقتصاد، ربما يعطي ثقة من المانحين لإعادة المنح التي كانت تعطى لتقدم لليمن، أيضا إنعاش سوق الإيراد، إيراد النفط وتصديره. هل مثل هذه الحلول قادرة عليها الحكومة الآن وهي خارج البلد؟ أعتقد أن الحكومة اليوم تعمل الترتيبات لعودة إنتاج النفط والغاز وتصدير ايضا النفط والغاز، وبالتالي الحصول على ايرادات، وكذلك تهيئه الظروف لاعاده الصادرات الاخرى مثل الاسماك والمنتجات الزراعيه. ولكن برغم كل ذلك لا يمكن ان تصل الامور الى ما كانت عليه اذا لم يكن هناك حل سياسي يضمن الاستقرار ويضمن بقاء الاقتصاد الكلي اللي هو اقتصاد ميزان المدفوعات وكذلك اقتصاد الميزانيه الحكومه الى وضعه الطبيعي في ظل هيمنه الحوثيين على الوضع السياسي. من الصعب اداره دوله بشكل كامل، ولكن يمكن اداره هذه الدوله في المناطق المحرره التي هي تتجاوز الان 80% من المساحه. نعم، إذا ابقى معنا أيضا دكتور محمد، اسمح لنا ننتقل للخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الكريم العواضي. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور. بداية أستاذ عبد الكريم، يعني ونحن أمام حالة انهيار غير مسبوقة للاقتصاد، كيف تقيم هذه الحالة الاقتصادية بشكل عام؟ الانهيار لم يحدث حتى الآن، الانهيار تبعات ما قامت فيها الميليشيات الانقلابية في اليمن سوف تأتي في الأشهر القادمة. يعني لن نستطيع بالفعل اتكلم عن انهيار الا بعد 4 شهور 5 شهور.
وسوف تستمر الحالة إلى سنتين أو ثلاث سنوات. ما قاموا فيه سوف يكلفنا 4 أو 5 سنوات لإصلاح الانقلاب الذي عملوه في مدة عام. نعم، هذا إذا يعني تم استعادة الدولة بهذه السرعة أستاذ عبد الكريم، ولكن يعني هل هناك لديك أرقام حقيقية متوفرة يعني باعتباركم باحثين ومهتمين بهذا الشأن؟ أنا أتكلم الآن، كتكلفة مباشرة. نعم. تصل تقريبا من العام 2004 من حروب ليشيات الحوثي إلى اليوم تتجاوز 39 مليار دولار تكلفة مباشرة. سواء ميزانية صرفت، سواء معدات الجيش، سواء التكاليف المباشرة التي من خزينة الدولة أو ما تم نهبه من الدولة خلال تقريبا 16 سنة. والحكومات في اليمن تخوض حرب مع الميليشيات. أما التكلفة الغير مباشرة فنحن نتكلم على أشخاص 10 سنوات أو 12 سنة ونحن في حروب الميليشيات الحوثي، نتكلم على استثمارات كما تدخل اليمن ولا تدخل، ارتفاع معدل البطالة، ارتفاع معدل التضخم. أضاعوا فرصة، كنا على في عام 2014 كنا على مسافة أمتار من الدخول إلى الألفية الحديثة لو وافقوا على الحوار الوطني ومخرجات الحوار. عادونا الآن 60 سنة أو 70 سنة للوراء، فالتكلفة الإجمالية قد تصل إلى 70 أو 80 مليار دولار. أي ما كنا نتكلم نطلب من المانحين كنا نتكلم على 50 مليار دولار لإكمال البنية التحتية في اليمن كاملة لتكون مؤهلة للانضمام للخليج والدخول في الألفية الحديثة. هذا تكلفة الحروب الحوثي. فالآن نتكلم، إذا كنا نتكلم على 60 مليار دولار الآن نتكلم على 120-130 مليار دولار لليمن تحتاجها من أجل إصلاح ما دمرته ميليشيات الحوثي. نعم، طيب إذا كيف يمكن يعني أن تصف لنا مستوى تأثر الاقتصاد وبتحديد القطاع الحكومي بالأحداث الجارية، خاصة أنه نحن نسمع الآن البنك سيرفع دعمه عن بعض هذه المؤسسات الحكومية التي ربما لن تستطيع أن تمارس عملها في ظل كل هذه الظروف؟ في العام 2014 كنت نائب لأحد البنوك في اليمن. كانت إيداعات المؤسسات الحكومية تصل إلى مليار دولار في البنك الذي كنت أعمل فيه. في إجمالي البنوك كانت تقريبا تصل إلى 2 مليار دولار إيداعات المؤسسات الدولة. هذه اختفت. اختفت أيضا الفلوس في البنك المركزي، تم طباعة فلوس من قبل ميليشيات الحوثي وأرغموا البنك المركزي. الآن الخزينة فارغة. فعندما عرف الحوثيين وميليشياتهم بأنهم فشلوا في إدارة الدولة، دمروا البلد، لم يستطيعوا أن يتحملوا المسؤولية، الآن ذهبوا للحوار من أجل أن يكون الملجأ لهم للخروج من الورطة الذي وضعوا أنفسهم فيها. نعم، إذا اسمح لي أستاذ عبد الكريم فقط يعني أن أعود للدكتور محمد حلبوب عضو المجلس الأعلى الاقتصادي. أستاذ دكتور محمد عفوا، يعني طرح الأستاذ عبد الكريم يعني مجموعة من الأرقام المفزعة، ولكن يعني أنت كنت تحدثني عن خطة يعني تضعها الحكومة، ولكن يبدو أنها الحكومة تسير على يعني أقل من مهلها وكأن لا حياة للناس، يعني تتناقص يوما بعد الآخر. هناك يعني حالة يعني يتحدث عن أنه لم ننهار بعد وأننا بحاجة إلى 4 إلى 5 سنوات حتى يعني يستعيد الاقتصاد عافيته إن انتهى موضوع الانقلاب. ولكن السؤال، هل ستستطيع الحكومة فعلا أن يعني تتلمس هذه الأخطاء وأن تعالجها بصورة سريعة حتى لا يتفاقم الوضع؟ نحن نعلم بأن الوفد الحكومي في محادثات أو في مشاورات الكويت قد وضع نقطة من النقاط وهي سرعة وضع معالجات سريعة للوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي يتجه، بل أنه دخل في الكارثة. كل المؤشرات تؤكد بأننا قد ولجنا في نفق مظلم، إن كانت انخفاض الواردات، انخفاض الصادرات، انخفاض إيرادات الدولة، انخفاض الإنتاج بشكل عام، كلها مؤشرات مخيفة للغاية. ولذلك وضعت الحكومة بند أساسي في مشاورات الكويت لهذا الجانب. الحكومة أيضا بالتعاون مع المنظمات الدولية ومع مجموعة أصدقاء اليمن ومع المملكة العربية السعودية لديها، أو بالذات وزارة التخطيط، تضع يعني برنامج لإعادة الإعمار سوف يؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية، فيما لو استطاعت الحكومة أن تمتلك وسائل تنفيذ هذا البرنامج. ولكن في ظل السيطرة السياسية
لأطفال جاءوا من مران ومن كهوف مران ويريدون التحكم بالسلطة في ظل هذه السيطرة للمتوحشين المتخلفين، لا يمكن تنفيذ أي شيء. فيما لو تمت أو نجحت مشاورات الكويت يمكن أن نتوقع خلال فترة وجيزة بالتعاون مع الدول الخليج ومع الأصدقاء اليمن، يمكن أن نتوقع سرعة يعني الخروج من هذا النفق المظلم، ولكن في ظل السيطرة للحوفاش فهذا الأمر سيكون مستحيل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب عضو المجلس الاقتصادي الأعلى، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الكريم. الأستاذ الدكتور محمد يعني قال بأن هناك خطط للحكومة، ولكن إن تم الخروج من مشاورات الكويت باتفاق، أما في ظل سيطرة كما سماهم الأطفال على الوضع الاقتصادي والسياسي فالأمر ربما يعني سيؤول إلى ما تحدثت عنه. برأيك ما هي، هل يمكن أو هل هناك إجراءات يمكن من خلالها تفادي هذا الوضع الكارثي أو توقف الانهيار قبل حدوثه؟ أولا أحب أتكلم بس على اليمن، إحنا لسنا بلد فقير وكل شيء ممكن، لكن ما يضمن، ما هو الشيء الذي يضمن بأن الميليشيات لم تعود بعد عدة سنوات لعمل دمار كما حدث. ربما كل المانحين أو المستثمرين أو رجال الأعمال جميعهم يسألون هذا السؤال، ما هي الضمانات؟ الآن بصراحة الوضع في اليمن هو بين فئتين، فئة تريد بناء دولة وفئة تريد بناء ميليشيات. يجب على أتباعهم، السؤال هو الذي يتوجه لأتباعهم، هل سوف ينضمون في مغامرات ميليشيات عبد الملك الحوثي إلى ما لا نهاية، أم سوف ينضمون إلى الجناح الآخر الذي يتكلم على بناء الدولة؟ لا يوجد شيء مستحيل. الوضع في اليمن ليس أسوأ من وضع الاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، لكن كانت هناك نية لدى الأوروبيين أنفسهم وليس قادة الحرب في أوروبا. نعم. طيب هل أنا لأتباعهم صبري. نعم، هل برأيك تتحمل الحكومة جزء من هذا الانهيار يعني الذي يشهده قطاع الاقتصاد، خاصة أن هناك مناطق يعني تعد محررة، أم أن يعني التبعية كلها تعود للميليشيا؟ نكون منصفين، الحكومة مسؤولة على شيء واحد، أنها لا تستطيع عمل خطة، وهو الشيء الأساسي. هل يستطيعون عمل خطة افتراضية لحل مشكلة 5 مليون عاطل على العمل، لرفع معدل الدخل؟ هم الآن مسؤوليتهم الأولى وضع تصور لليمن، وعندما المفروض يذهبون للكويت تكون لديهم خطة. لماذا يريدون نزع أسلحة الميليشيات؟ من أجل حل مشكلة البطالة، من أجل رفع معدل الدخل، وليس يتكلم عن موضوع كلها السياسة. الحكومة ضعيفة في ناحية التخطيط، لا توجد تخطيط للموارد الموجودة أو لما تحتاج من موارد، هذا مسؤولية الدولة. للأسف طول 30 عام او 35 عام ونحن نعمل بدون خطه، يمروا رئيس الحمدي هو الوحيد الذي وضع خطه لليمن، ثم اللي رأته بعد لم يضعوا خطه لليمن، انه طالب الحكومه فقط وضع خطه الان كيف سوف يحلون مشكله البطاله ومعدل الدخل، رفع معدل الدخل، اذا استطاعوا وضع خطه وخطه صحيحه وليس خطه مكتوبه في يوم او يومين، تصور للبلد 20 عام، وقتها نستطيع ان نشعر بالامان انهم في الطريق الصحيح. ما يحدث الآن هو شيء مؤقت، لا يوجد شيء مستحيل. أتكلم على مليار أو 2 أو 3 مليار دولار، لا تسوى شيء، لا يوجد شيء نخاف منه. الخوف هو في عدم استيعاب الناس لما الكوارث التي سوف تحل باليمن إذا استمرت ميليشيات الحوثي كما هي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الكريم العاضي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ربما هذه ليست المرة الأولى مشاهدينا التي نتحدث عن الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تمر به البلاد، نأمل أن يعني تنهى هذه المشاورات على خير وأن يستتب الأمن والأمان في البلد حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. شكرا جزيلا لمتابعتكم مشاهدينا.